مأساة جديدة يعيشها مرضى كورونا وذويهم في الأردن بعد أن أدى انقطاع التيار الكهربائي في مستشفى مخصص للعزل بالعاصمة الأردنية عمان إلى وفاة مريضين في وحدة العناية المركزة. مع انتشار أنباء المأساة تجمع أقارب غاضبون خارج المستشفى فيما طوقت قوات الأمن المكان لمنع تفاقم الوضع. كان مبين على شكلها ومبين على وجهها أنه يعني بتأشر لنا أنه أكسجين أكسجين، ضلوا الأكسجين يعني بلش وجهها ينشف يصير اسود واصفر، يعني بلش يعني هيك شوي شوي بلش جلدها يذبل في وجهها. تقريبا ضلوا الكهرباء ظلت مقطوعه 25 دقيقه يعني عن الهاي. بعد ما رجعت الكهرباء كان لسه فيها شويه نفس، ضلهم ينعشوا فيها تقريبا ربع ساعه وثلث ساعه حتى ماتت. يعني كان كل شيء مستقر قبل ما تقطع الكهرباء، الضغط مستقر، الدقاتق المستقره، ما في عندها اي مشاكل. يعني بعد ما انقطع الكهرباء اختنقت وكان مبين عليها انه اختناق. وفي تصريحات له بعد زياره المستشفى اكد وزير الصحه الاردني فراس الهواري وفاة مريضين، أولهما قبل 20 دقيقة من انقطاع التيار الكهربائي والثاني بعد انقطاع التيار بساعة ونصف. حتى كان هناك وفاتين اللي ذكروا، الوفاة الأولى حدثت الساعة 9:30 يعني قبل 20 دقيقة من انقطاع التيار الكهربائي، أما الوفاة الثانية فحدثت الساعة 11:23 دقيقة أي بعد حوالي ساعة ونصف. النيابة العامة الآن تحقق في الموضوع فيما يتعلق خاصة في الوفاة الثانية حتى نتأكد إن كان لهذا الانقطاع أي تأثير أو تسبب في هذا الوفاة. من جانبه أفاد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية بأن الحكومة طلبت من النيابة العامة فتح تحقيق عن الحادث. وفي مارس الماضي استقال وزير الصحة الأردني السابق نذير عبيدات بعد وفاة العديد من المرضى في مستشفى حكومي بسبب نفاد الإمداد بالأكسجين لمرضى كورونا.